الخبر الاولي عدنا عرضي على مايت جمال وانا سوبي سانس معي طول ما يعرف شنو اللي صاير. فبعد ما نزلت هذا الفيديو ولش ندرد بيه على ستوريات مايت جمال اللي كانت تهجم بيه علي. طبعا ردي كان كل احترام. طبعا تحديت مايت جمال هذا عدها اي تسجيل صوتي علي عند تهجم بيه عليها وعلى الاقل داسبها. وطبعا كالعاده مايت جمال ما ردت برد واحد ولا ردين وانما بثلاث ردود. الرد الاول كان عباره عن ديستراك بالستوري مالته. اما بالنسبه للرد الثاني فنزلت مقطع على اليوتيوب لكن بعدها هذفته بعدين رجعت نزلته واللي كان عباره عن بث مباشر واللي حاولت توضح لي بيه. فحطت المكالمه اللي بيني وبينها تقريبا كامله. لكن السؤال هو اللي يطرح نفسه وين الفضيحه بالضبط في المكالمه بالكامل اللي حطتها ما جابها اي مسبع عليها ولا غلطت عليها وراح احط لكم اياها بالمقطع متتاكدون. هاي بالنسبه لمايت جمال. اما بالنسبه لبيسان وانس الشايب بنزلوا شويه ستوريات قبل ما نزل الديستراك مالتي. وهذه الستوري كان بها انس الشايب يقول بها نوكو قنوات بس تهتم بس تصير مشاكل عم تستفاد. بنفس الوقت بيسان اسمعي صارت نشره الوحده مقطع تسبي عليه وكاتبه عليها ام زكي الناس بدت تشبهني بيها. وطبعا مثل ما قلت لكم انه بهذا الستوري هي نشرت لوحده صارت تحكي عليا. طبعا بالنسبه لردي على الموضوع فهو نزل امبارح بالديسترا اللي الان ما شافه فيدخل على القناه وروح يشوفها. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجاه اليوتيوبر. فاول يوتيوبر اللي عدنا هو محمد جواني. فجواني نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب وبهذا المقطع وطبعا بهذا المقطع هو فضح مايت جمال وانس بيسان اسماعيل واللعبه اللي كانوا يريدون يسووا بها عليها فكشف كل الحقائق بالضبط. وطبعا بهذا المقطع هو صار يتهجم على ام بيسان وبنفس الوقت يستهزئ بهم وطبعا حطوا هوايه اشياء ويا الاثباتات. راح احطكم جزء من المقطع والباقي احط لكم اياه بالوصف وروح شوفوا بالكامل. تخيل انت اذكى من امك وانا بعرف. اما اليوتيوبر الثاني اللي عندنا فيه نور ستار. فنور ستار نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات وبهذا الستوري من واضح من خلاله انه هي سوت عمليه تكل صغير خشم. ونفس الوقت اعلنت من خلاله انه حتنزل مقطع على قناتها باليوتيوب حيكون مقطع نار. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات قبل ما تحبسين هذا المقطع وش رايكم بالعمليه سوتها نور. الخبر الثالث اللي عدنا عن فضيحه مايا الجمال وش الزاويه 18 اللي سوته ويا اختها. انتشر هذا المقطع اللي كانت بيه مايا الجمال ويا اختها اللي اسمها توتو اللي تمرقصون رقص تقريبا زاويه 18 واشياء غريبه. احط لكم اياها شوفوا. اتعلق بي وحدي مثلك انا مش قادر الفظ اسمك ليت ما كان. وهو يصير يقول انه مايا جمال هي مثل انس الشايب انهم جاي يعني. فما ادري الصراحه اكتبوا لي حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر وهل انصدمتوا من مايا جمال او كنتوا تتوقعون هذا الشيء من عدها. الخبر الرابع اللي عدنا عن واحد من الاشخاص اللي للاسف اعتبرته هو صديقي. طبعا ساعدته بقناته باليوتيوب ورفعت الهي بدون ما اخذ منه مقابل واحد مجرد مساعده الصديقه كانت. طبعا كل واحد يسوي باصله. وبالنسبه للتهديدات اللي قالها بقطع انه حيطلع يفضحني يعني ما خايف من الموضوع. وبالنهايه الخبز والملح ما انساه. سائل اطلع افضح انه كل اللي سواه هو عباره عن مداخله 500 دولار. وصل الحبايب حاليا راح احط لكم جزء من المكالمه او تقريبا المكالمه بالكامل اللي صارت بيني وبين مايا جمال. انا مود ما تقول انه انا ما حطها بالكامل. راح احط لكم اياها وشوفوا اذا انا غلطان في واحد اكتبوا لي بالكومنتات. شوفوا المكالمه. الحمد لله مين موجود؟ ايه؟ لا انا بقول لعمار انه ايه دخل بس لا لا عمار تمام؟ ايه تمام تفضل. هلا عمار بلا هم الو ايش اشوف يا شو اسمه؟ شوف وجهي هذا مش مكياج هيو بلش يروح هو بس شوف وجهي انت هذا مو مكياج اللي عم بيحكوا لي مكياج هيو. اسف على المقاطعه يا حبايب ولكن اللي صار هو حبارة حطت لنا هذه اللقطه اللي كانت فتحت كاميرا يعني بعتنا وجهها. المشكله انه بعدها بساعتين نزلت هذا الستوري ما كان اكو اثر للضربه. فوين راح اثر الضربه؟ هذا مش مكياج. ثاني شغله انا جواني حتطلب تطلع تعتذر مني بمسح الفيديو. يعني انتوا بيسان وبيسان انس مثلا ما متواصله معهم يعني ما بتفق معهم الموضوع؟ يعني ما حكوا قبل لك قبل؟ بس انا من وقت لما طلعت لايف وكنت ابكي، الوقت هذا صار بيننا تواصل، بعد ما انا سكرت اللايف، تمام؟ صار تواصل بيننا على الواتساب، بس من قبل هيك انا عندي التاريخ عندي التاريخ وعندي اليوم اللي صار منتج اللي منتج الفيديو هو انس وبيسان كلنا بنعرف. اوكي تمام اللي منتج الفيديو سامي، اوكي. سامي شو؟ متفقين على هذا الشيء. انا ما بنكر، انا انسانه كل شيء بحكيه بوضوح، انا ما بكذب على اي شيء. انا القصه كلها ما كنت بدي ادخل فيها ولا كنت بدي انزل ولا تشيل عمار، ما كنت بدي أفهمك. انت طلعتي انا شفت الكومنت، ما شفتي ما كنت احكي. شفت الكومنت انت كاتبه لواحد انه هو باخذ مصاري، انت شفتيني مره ماخذ مصاري من جواني؟ انا ما كتب، جواني اللي حكى بلسانه، جواني حكى انا كل شهر بحول له 500 دينار 500 دولار، جواني بلسانه حكى بواجهه، حكى لي انا هذا انا سجل مكالمتي عشان تسمعوا اياها، قال لي انا هذا فكر ليش انه موقف معي، انا كل شهر ببعث له 500 دولار وببعث له هدايا، هذا كلامه، تمام؟ صحيح جواني ما بحكيك، جواني ما بحكيك، شو؟ جوان مستحيل ما بالكيف لانه بيعرف انه ما ماخذ معه، وثاني شيء انا ما واقف مع جوان يا سيدي. انت شايف انه جواني ما بيحكي هيك، بس انا هذا الحكي اللي صار، انا من وين بدي اجيب الحكي؟ ما راح اجيب الحكي. بس انت هون هو انت بسمعتي طلعت صرت تتهميني هيك يعني المصداقيه تبعي راحت قدام الجمهور، حرضت الجمهور عليه. فهد فهد اسمعني طلع على النبي يا مايا شوي. فهد احنا عدم مؤاخذة شغلة اللي هذا حقه وهذيك لا احنا اليوم جمهور يوتيوب انا عندي مليون شغلة يوتيوب انا اساسا ما كنت بدي احكي الموضوع لان كنت مستلم انس وبيسان بدي لحتى يطلعوا يعتذروا
خلاص تمام اوكي. بس هو منتج الفيديو يعني اكيد معناه إيه. هو انا هيك حكيت انه انا شو حكيت؟ حكيت انه صوت التهكير اللي هو سامي شاب كان وراها، وصوت اللي هو تحميل الفيديو سامي وراها، هذا اللي حكيت. وحكيت انه انت كيف انت مثلا كنت تقولي عن جواني منيح بعدين صرت تقولي ما هو منيح، هذا ذكرته بس. تمام انا حكيت عنه منيح. شوف الدنيا بتتلون وبتتغير. شوف فهد بدي افهمك شغله، انا عندي محادثتي انا وجواني اللي مسحهم من الواتساب، انا عندي كل محادثته. لا انت اكبر من جواني بخمس سنين، يعني كيف بده يطلب منك تدخل معه بعلاقه؟ يعني كيف انت كيف بترضاها انه يا فهد خليها بالمنطق، كيف بترضاها انه تسمع منه انه جواني فايت على سنابي وسارق شغلات بتخصني؟ بترضاها بربك؟ ما دخلني انا بالقصه بس طبيعي يا سيدي. ما دخل انا قصدي انه تطلع حكيت عليه عيب ولا مش عيب انه يدخل على سنابي ويطول شغلات بتخصني؟ عيب ولا مش عيب؟ هو ما نشرها. طب ما نشرها بس ما انا ممكن نشرها، بس هو ما اكيد ما راح ينشرها. انت ممكن تنشرها على اي اساس؟ يعني شو بعرف يمكن كنتوا بتحبوا بعض منها انه اساس انه واحد حكى عليه بده يرد حكى عليه. استنى شوي سنابات شو؟ انا بس بدي افهم سنابات شو؟ ما بسجل ما يعني ما في شيء. لا خلص امسك الموضوع هذاك. لا لا ما بدي افهم الموضوع. سنابات شو؟ اول شيء انا واثقه من حالي، ما عندي سنابات. خلص تمام انت بتحكي عندي زائد 15. شو هو الاشي يا فهد اللي عندك اياه زائد 15؟ ايش هو؟ انا ما عادي ما بحكي الفضايح اللي بطلع بحكيها، ما بحب تكون حصريه صراحه في اليوتيوب. واو. انت طلعتي شوهتي بسمعتي وطلعتي حكيت اني باخذ مصاري. انا هاي بس بتسحبي حلقه انا شوهتي بسمعت واحد ياخذ مصاري وبدوني هيك شلون كان جواني؟ قلت ما دخل بجواني. انت بتعرفي الحياه ما في هيك شيء. بتطلعي بتقولي انه هذا ما في شيء، هذا كله كذا كله كذا. انا حكيته سؤال اسالك سؤال. انا كنت اشوف مكالماتك انت وجواني لما كان يحكي لك نزل هذا المقطع. انا جواني بامرك انا وانت ما حكيت. يا فهد انا لما كنت اكون قاعده جنب جواني كان يحكي معاك يقول لك نزل عن بيسان هيك. لا 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 ما في حدا قاعد غريب بيننا. ليش قاعد عم تنكب بالحكي يا فهد؟ ما فيك شيء ما فيك شيء ما فيك شيء. عمار هو اللي كان يبعث لي فضايح وانا بشغل فضايح لعمار، غير هيك ما في. يعني بعمر ما بعث لي فضايح لنا يعني بعمر ما. لا انا وجواني اللي كنا نبعث لك الفضايح جنب بعض. ما كنت اي جواني مع عمار بيعرف. انت كذابة. انت عمار احكي انت الفضايح اللي باخذها منك ولا من مايا؟ الموضوع احنا بدون ما جاوبني انا باخذها منك ولا من مايا؟ انا بما انك مش زلمه لا تحكي معي، كون زلمه ثواني ثواني بحكي. اوكي عمار انا باخذها منك. زلمه ما تحكي معي اوكي. لو سمحت فهد معيني عمار انا باخذ فضايح منك ولا من مايا؟ بما انك ولا بتذكر الحق واطلع من الهاي، لانه احنا قاعدين مع بعض عم نحكي بكل وضوح. كون زلمه رجال على وجهك شوارب واحكي معي. ما تكون زلم معي خليني اسال عمار. ليش تخاف؟ لا عمار انا باخذ فضايح منك ولا من مايا؟ عندك زائد 18 من جواني. انت عم تحكي هذا كلامك مغاصب عليك. ما موجود باليوتيوب. لا تحرف الكلام. لا تحرف كلامي. لا تحرف كلامي. ما في سناب. اسمعيني. بفوت على سنابي. ما دخل. هل الموجود هو على اليوتيوب منشور اساسا؟ انت بس كتبي هلا فضيحه مايا الجمال مع اختها موجود الفيديو. اساسا انا راح ارفع قضيه دوليه عليك وعلى جواني. ما بيسان حاولت قبلك كثير يا سيدي. بيسان حاولت قبل كثير بس انتوا اتفقتوا على بيسان كثير، وانا بيسان اللي بيجي فيها بيجي فيي من يوم وطالع. بده يجيب بيسان رح يجيب سيرتي انا. حلو الكلام؟ الله يخليكم. حلو الكلام؟ لانه انا بني ادم على الحق بمشي مش على الباطل وبنرشب خمس متر. كلهم لك انا بيسان. طب من يوم الثلاثة كنت بتحكي عليها. من يوم بريئة صارت. من يوم الثلاثة كنت بتحكي عليها وكنت بتحكي عليها نفس الشيء. يا سيدي ما طلعت حكيت عليها، حكيت على أنا. بيسان ما إلها دخل. مشان 1000 متابع ولا 2000 متابع اللي حاطين وراها. اوكي عم بصبح اجواني يا فهد. انت من 4 شهور بتطلعي جواني كان بيعرفك اصلا. الصورة هاي اللي انت داخل فيها في الباطل ما راح تفيدك لانك راح تتحاسب عليها عند يوم الدين. عند الله راح تتحاسب عليها. الحمد لله ما سويت شيء. عند الله راح تتحاسب عليها وانا بقول لك اياها بالبنت. انت شفت هلا وجهي؟ شفت وجهي؟ انا هاي راح ارجع افرجيك وجهي عشان انت بما انك زلمه بتحكي مكياج حي وجهي. هذا مكياج؟ ايه مكياج. لا مش مكياج هي. وما في شيء شحار، حاط شحار، حاط شحار على وجهك، ما في شيء. هيو يا ابن الحلال. شو هيو شو شو الضرب اللي بسوي هيك؟ شو الضرب؟ اربع ايام بده يختفي ولا ما
ضربه بيسوي وجه شحاره اول مره بشوفها. اختصر يا فهد، انت بني ادم مش مضبوط، انا بحكي لك اياها. انت واحد انا اللي عندي اوكي اللي عندي ما دخلنا بالماضي والاشياء. انا عندي كثير ناس بالعراق واصلين، انا بعرف كيف اجيبك. انا مو بالعراق اصلا، انا يا سيدي مش بالعراق، انا بعرف كيف اطولك، انت بتعرف أوكي. انت وين وانا بعرف كيف. المهم انا قلت لك اللي عندي، انا بعرف كيف اطولك يا فهد، بما انك بتهدد. انا ما بهدد، انا عم رد على اجواني يدفع لك مصاري منيح، لانه المره هاي انا سمعته وهو في داني وبقول قديش بيبعث لك. المره هاي راح تجي على العلني. انت لسه انت ما وقعت مع بيسان، انت وقعت مع مايا جمال، انت وقعت مع اكثر بني ادمه ذكيه في الكوكب. وهي اسال عمار، هي ما بتوقع ما بتوقع توصل للذكاء. على كله ما بتوقع انك تضرب ستوري تطلع. انا بقول لك شغله يا مملكه القطط، انت يا فهد بقول لك شغله، انت وقعت مع بنت حطها في دانك هاي بين قوسين، وقعت مع اكثر بنت مشرمحيه في الدنيا كلها بطولك ورب الكعبه لاطولك. اوكي المفروض انا اللي عندي اسمعني ستوري تدري فيه. لا تضحك وتعمل لي حالك مسكين وانك مش خايف. لا انت خايف، انت خايف انت من ورا الكاميرات على البنات وجواني بيبعتلك. وهلأ حكيت بلسانك جواني بعتلك سنابات لإلي بتخصني. ما بعت لأ بتشرب التيك توك كلها، بعرف كلها بتشرب التيك توك. إذا هو ما حكى لي هذا الحكي هو حكى لي كيف بدي يدخل معك إذا أنت وحدة غدارة. هلأ اعترفتي إنه تعمل سجل مكالمة، هي ما بيسموها غدر؟ يا عمي أنا بدي أسجل مكالمة عشان أحفظ خط الرجعة. يا ستراتر أنت من البداية سجلت لك كل شيء، لانه انا متعلق. انا ما حكي معك، انا بحياتي ما حكي معك. انت كنت تكتب الجروبات تبعك انا معك ان شاء الله. انا قناتك كلها راح اسكر لك اياها. انت كنت بجذري؟ لا تصل كلها اسكر لك اياها. انا قناتك كلها تسكر على ايدي انا. وبس هون وصلنا المقطع من المقطع اللي جابكم، لا تحطوا لايك تروح بالقناة. بصوا حبايب، طبعا للاسف الاغنيه امبارح ما جابت هواي مشاهدات، فاتمنى اللي الان ما شافها يرجع يشوفها، او شخص شافها يرجع يشوفها ويحطوا لايكات عليها عشان تصعد اكثر. ان شاء الله تصعد ترند الاغنيه. بس كانوا كفايه زي ما خفيت القصص. احبكم كلكم، مع السلامه.